تحت رعاية سيادة المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس والأب الإقونوموس بولس العلام راعي كنيسة الروم الأرثوذكس وبحضور الأرشمندريت برفيريوس رئيس دير الخضر والأب جورج جاقمان وببركة الأب الأرشمندريت أغناتيوس وبحضور ممثلي المؤسسات الدينية في المحافظة. أقامت شبيبة القديس نيقولاوس الأرثوذكسية البيت جالية أمسية ترانيم فصحية على طريق القيامة أحيتها جوقة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس، وذلك في قاعة جمعية الإحسان الأرثوذكسية العربية البيت جالية بعرافة نخل السراس وبحضور واسع من المؤمنين. حقيقة هذه اللقاءات التي فيها جوقات الترتيل تمجد وتسبح الرب يسوع المسيح الذي نستعد من خلال الصوم الأربعيني المقدس للوصول إلى أسبوع الآلام وإلى القيامة المجيدة، إنما تحمل هذه اللقاءات وهذه الترانيم وهذه التسابيح القيم المسيحية والرسالة المسيحية، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، وهي رسالة أمل ورجاء. نعيش في حالة حرب، نعيش في أوضاع صعبة جدا، هنالك أناس أبرياء يقتلون، ونحن ككنيسة وكمؤمنين دائما نصلي من أجل السلام، من أجل العدالة، من أجل كل إنسان متألم وكل إنسان مظلوم. نحن في طريقنا إلى الآلام، في طريقنا مع الرب يسوع المسيح في مسيرته نحو الجلجلة، نحمل الصليب معه، ومن كان مع الرب يسوع المسيح في آلامه وفي طريقه نحو الجلجلة كان معه أيضا في قيامته وانتصاره على الموت. احنا عايشين اليوم في بيت جالة، في محافظة بيت لحم، في فلسطين الحبيب المجروحة بأسباب الأوضاع القائمة علينا في مناطق ومحافظات فلسطين العامة من إبادة وقتل وتهجير وتدمير. الكنيسة تستمر في عمل الخير، عمل النشاطات الروحانية، وعمل رفع الصلوات الدعاء من أجل السلام والمحبة، من أجل الأخاء والرحمة على إخوتنا المنتقلين والمفقودين وأيضا المقتولين في كل أنحاء فلسطين والعالم أيضا. بغض النظر عن كل ما جرى ورغم كل الوجع والألم اللي بمر في فلسطين، أصرينا أنه نستمر في رسالة هي رسالة التسبيح لك يا الله، لأنه دائما التسبيح ودلالة على جوهر إيماننا وفحوى كلمات التسبيح تأخذ من المزامير وثم من القداس الإلهي والتقليد الكنسي اللوتورجي. تخللت الأمسية دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء وصلاة وتراتيل فصحية متنوعة بقيادة المدربة منى زغموت وإدارة إلين قصاصفة، حيث نالت الأمسية إعجاب الحضور. جاء للعالم السيد المسيح ليخبرنا بالسلام وبالمحبة وبالتواضع، وقد صلب السيد المسيح له المجد على الصليب وعانى الآلام، وها نحن الآن يعاني أبناء شعبنا الفلسطيني المعاناة الكبرى وأمام صمت العالم وعدم تدخله لوقف المجازر على أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي كافة أرجاء الوطن العربي. نعيش آلام المسيح، نعيش الصيام المبارك، وقد اقترب أسبوع الآلام، وما زال العالم ينظر بصمت رهيب دون أي تدخل لوقف هذه المجازر اليومية التي يعاني منها أبناء شعبنا. ندعو العالم للتدخل الفوري من أجل إرسال صوتنا وإيصال صوتنا إلى العالم لإيقاف هذه الحرب والمجازر على أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يعاني
القصف والدمار. كما تم تكريم المطران عطلة حنا في نهاية الأمسية الفصحية وأخذ صور تذكارية مع الكهنة والجوقة. خدمتك للكنيسة هذا الدرع من إدارة الشبيبة حتى يكون ذكرى مستمرة بأنها في بيت جالة. للنورسات مارلين الحدوة من جمعية الإحسان الأرثوذكسية العربية البيتجالية.